انضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم مراسلنا خالد عويس. خالد، إذن هل من تطور في الأوضاع الميدانية على الأرض؟ لأن القتال مستمر على ما يبدو حول المناطق المحيطة بالقيادة العامة للجيش. يعني يوسف، منذ الصباح يعني كان هناك تحليق لطائرات حربية تابع للجيش السوداني، كذلك كان هناك قصف فيما يبدو أنه متبادل الأسماء. الأصوات العنيفة كانت تتناهى إلى مسامعنا. علمنا بعدها أن هناك اشتباكات دارت فعلا في محيط وسط الخرطوم أو في وسط الخرطوم، حيث القصر الرئاسي والقيادة العامة. يبدو أن هذه الاشتباكات كانت في محيط القيادة العامة للجيش. الوضع في وسط الخرطوم يبدو كاللغز يوسف، لأننا الآن اليوم الخامس من القتال، وما زال القتال الطاري يدور في هذه المنطقة الممتدة من القصر الرئاسي غربا على ضفة النيل الأزرق إلى المطار شرقا، وبين المطار والقصر الرئاسي هناك القيادة العامة للجيش وقيادة الدعم السريع التي دمرت في اليوم الثاني على الأكثر، وكذلك رئاسة جهاز المخابرات، عدد من المرافق الرئيسية. وإلى الغرب قليلا من القصر الرئاسي تقع وزارة الداخلية، كما يقع رئاسة مجلس الوزراء. هذه هي المنطقة التي تشهد القتال الأكبر، ربما في السيطرة على رموز سيادية وعسكرية في السودان، وكذلك عمليات السيطرة والتوجيه بالنسبة للطرفين، لأن قيادة الطرفين كانت قيادة الدعم هنا في هذه المنطقة ودمرت، وقيادة الجيش ما زالت في هذه المنطقة وتشهد اشتباكات في محيطها. هناك أخبار كثيرة وردت عن إمدادات للجيش قادمت من منطقة الفشقة في شرق السودان، وهي يعني على الحدود الإثيوبية بطبيعة الحال، وشهدت اشتباكات بين الطرفين السوداني والإثيوبي في السنوات الثلاث الماضية، لكن هناك حالة من الهدوء تشهدها الفشقة حاليا. لا نعلم ما إذا كانت هذه المعلومات دقيقة أم لا، لأن الجيش لم يصرح بذلك، لم يصرح بأن هناك قوات قدمت من هذه الناحية. كذلك في الجانب الآخر هناك أنباء وتقارير تتحدث عن استخدام إمدادات للدعم السريع من دارفور وربما من مناطق أخرى في غرب السودان وربما حتى من جاد، لأن ربما هناك وجود للدعم السريع في بعض المناطق في جاد، الدخول والخروج من وإلى جاد ربما بالنسبة للدعم السريع يعني ربما يكون أسهل، لكن هذه المعلومات أيضا لسنا متيقنين منها، لم يتحدث الدعم السريع عنها، وإنما تظل في دائرة التقارير غير المؤكدة حتى اللحظة. يوسف، دعني أرجع سريعا على الوضع الإنساني. بالطبع يتدهور أكثر فأكثر يا يوسف، يعني الكهرباء والماء، يعني هناك انقطاع كامل في الكثير من أحياء الخرطوم لليوم الخامس على التوالي. ربما الهدنة القصيرة التي لم تصمد طويلا سمحت لبعض الناس بالتحرك، يعني شهدنا بعض الحركة بالأمس عصرا وليلا بالذات في المناطق البعيدة عن وسط الخرطوم، في محاولة طبعا للحصول على الماء، حتى في بعض الأحيان من نهر النيل، يعني يتوجه الناس بسياراتهم وعليها براميل لملئها وجلب الماء لأن لا ماء بطبيعة الحال. كذلك طبعا الحديث عن دمار المستشفيات بالعشرات وتوقفها، تعطلها الجزئي أو الكلي عن الخدمة، هذا يسبب مشاكل كبيرة جدا في النظام العلاج والصحي في السودان، وهو بالأساس يعاني من بنية تحتية منهارة أو شبه منهارة. هناك معاناة كبيرة يوسف على مستوى الحصول على الغذاء بطبيعة الحال، لأن سلاسل الإمداد يعني إن لم تتوقف كلية فهي شبه متوقفة. كثير من شركات الإمداد الغذائي شبه متوقفة يوسف، لأن الموظفين لا يستطيعون الذهاب إلى مكاتبهم، وكذلك المتاجر في الغالب معطلة. إذا ابتعدنا قليلا عن منطقة وسط الخرطوم، أنا أتواجد حاليا في منطقة تبعد كثيرا عن وسط الخرطوم، الحياة كما لاحظتها منذ مساء الأمس شبه عادية، لا أقول أنها عادية بالكامل لكن شبه عادية، وهناك حالة من الهلع طبعا، هناك حالة من البحث عن الطعام والماء،
لكن يعني الأحوال تبدو أفضل بطبيعة الحال. لابد أن أشير هنا يوسف إلى أن بعض سكان الخرطوم بحري وربما في مناطق أخرى يعني الأحياء القريبة من مواقع الاشتباكات اضطروا للنزوح من مساكنهم، خرجوا بما خف وزنه وغلى ثمنه من حتى من المؤن الغذائية للأطعمة إلى مناطق أكثر أمناً في الخرطوم نفسها، إلى مناطق أكثر أمناً يوسف. طب خالد، في 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 إطار يعني فرض الجيش كما يقول طوق أمني على الخرطوم هنا، هل الدخول والخروج من الخرطوم إلى المدن الأخرى، هل الطرق بين المحافظات سالكة؟ ليست سالكة تماما، يعني هي تعتمد على الحظ في كثير من الأحيان. ربما تخرج أسرة مثلا يعني تصل إلى مبتغاها في ولاية أخرى، تصل إلى المدينة التي تقصدها بسلام، وربما تخرج أخرى فتعترضها مثلا قافلة لهذا الطرف أو ذاك، وتدور اشتباكات. لا يتعرض الطرفان في الغالب للمدنيين، لكن المشكلة في أن تعلق وسط النيران، هذه هي المشكلة، لأن هناك حركة كما ذكرت من منطقة من الشرق شرق السودان ومن غرب السودان ومن مناطق الجنوب وطبعا من مروي وإلى مروي في شمال السودان. هذه الحركة العسكرية كلها تجعل من حركة المدنيين محفوفة بالمخاطر بطبيعة الحال. أشكرك شكرا جزيلا مراسلنا من الخرطوم خالد عويس.